مجموعة بضمير حشاي شحت ولا أهواله في غرامي بالقلب مخفي لقيت الباب مسدودة ودور هواي ودور هواي ولعت الباب من قلبي بعزم يمناي. يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. هذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حروفنا عقيمة عن ذكر أعظم من خلقه الله بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف للعقل أن يدرك معاقل فكره وقد علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 باب من العلم يفتح منه 1000 باب. إنها المعجزة وأختها الكرامة ترتل أفواج آيات، وهي المقصرة حتما بحق أسد الله الغالب مولانا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه وصلوات الله وسلامه عليه. مشاهدينا الأكارم، راح نتوقف إن شاء الله في فقرة حديثنا حول فرات دافئ وبشارة عابقة. إن شاء الله نتمنى إسراء نستوفي بعض من المعلومات في هذا المحور إن شاء الله. إذن أكيد الولادة العلوية اليوم هي فرات دافئ وبشارة عابقة للحديث عن هذا الموضوع إن شاء الله، حتى نتبرك أيضا من النظر إلى الصحن العلوي الشريف بمعية زميلنا المراسل محمد الشريفي وضيفه الكريم فضيلة الشيخ سمير الخفاجي الباحث الإسلامي. أسعد الله صباحكم وأسعد الله أيامكم زميلنا المراسل محمد، وإن شاء الله تحياتنا وسلامنا تبعثها إلى مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، والتحايا موصولة إلى ضيفك الكريم الباحث الإسلامي سمير الخفاجي. نعم، حياكم الله، صبحكم الله بالخير، نبارك لكم هذه الذكرى العطرة، هذه الولادة الميمونة لأول وآخر من ولد في جوف الكعبة، إمام المتقين وسيد الوصيين المولى أمير المؤمنين عليه السلام. ولا شك لا بد من أن تكون أولى التهاني مقدمة إلى نبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ذكرى ولادة ابن عمه وأخيه، بل من هو نفس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والتهاني والتبريكات موصولة إلى مقام خاتم الوصيين المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه بحق محمد وآل محمد. فالتهاني والتبريكات موصولة لكل من يشاهدنا الآن عبر شاشة قناة كربلاء إن شاء الله. حياك الله زميلنا محمد، وأسعد الله إن شاء الله أيامك بالخير والعافية، خصوصا نحن نعيش في رحاب ولادة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. نبارك لك وأكيد هنيئا لك وجودك طبعا في العتبة العلوية المقدسة وهذه الأجواء العطرة الطيبة داخل العتبة. محمد صراحة نحب أنه نتناول موضوعة أنه الولادة العلوية هي فرات دافئ وبشارة عابقة، ويخوض الحديث مع ضيفك الأستاذ والشيخ والباحث الإسلامي سمير الخفاجي. إن شاء الله نترك الحديث لك. حياكم الله. طبعا بالبداية خليني أقول لك حقيقة أنه من يقف موقفي هذا يستحق أن يغبط، لأنها واقعا نعمة من الله تبارك وتعالى أن نتواجد في مثل هذه الأيام مثل هذه الأوقات العظيمة بجوار المولى أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بحق محمد وآل محمد. وحتى ما أطل عليكم خلوني أنتقل إلى ضيفي الكريم مباشرة سماحة الشيخ سمير. سلام عليكم، صبحكم الله بالخير، نبارك لكم هذه الولادة العطرة وهذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه. نرفعوا أسماء الله يحفظكم إن شاء الله، نرفعوا أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة مقام إمامنا صاحب العصر والزمان، وإلى مراجعنا وعلمائنا العظام، وإلى جميع المسلمين بل جميع البشرية. فأمير المؤمنين صلوات الله عليه للبشرية جمعاء
هذا العلم الكبير الشامخ صنو رسول الله وصهره أبو الصفين زوج البتول وصهر الرسول صلى الله عليه وآله، نزف لهم جميعا أسمى آيات التبركة والتهنئة والتحية بهذه الولادة العطرة الميمونة المباركة. أحسنتم سماحة الشيخ، وإحنا نعيش هاي الأيام وإحنا نعيش هذه الأجواء، أجواء الفرح، أجواء السرور، هذه الذكرى العطرة مثل ما تفضلت حضرتك والعظيمة في آن معا، كيف للمؤمن أن يستثمر هذه الفرصة، أن يغتنم هذه الفرصة خصوصا ونحن بجوار المولى أمير المؤمنين عليه السلام؟ سلام الله عليه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: كل يوم لا يعصى به الله فهو عيد، وأعيادنا مع أهل البيت كثيرة إذا لم تكن هناك معصية وهناك طاعة لهم وامتثال لأوامرهم والسير على نهجهم. فإذا استطاع الإنسان أن يوفق إلى هذا المسير بأن يكون مع أهل البيت في كل ما يمكن أن يحرزه من سكنات وحركات في جميع مرافق حياته، فاعلم أنه يعيش الغبطة والسعادة دائما وتهون عليه كل البلايا والمصائب، فلا يجد في ذلك مشقة، إذ يرى في أهل البيت ما يواسيه ويجد في أهل البيت ما يعطيه من طاقة إيجابية تحركه وتدفعه نحو العطاء ونحو الجد ونحو المثابرة. فلا نستغرب الذين ساروا على نهج أهل البيت كيف كانت لهم تلك المقامات وتلك المنازل وتلك المعطيات والنتاجات الكبيرة التي أعطوها، فهذا ما هو إلا منحة إلهية ربانية كانت بفضل أهل البيت، إذ أنهم صلوات الله عليهم مفاتيح الرحمة الإلهية في الأرض وأبواب رحمته في الأرض، وهم خزان علمه وحملة وحيه وحفظة سره. فكيف لا يكون الإنسان المطيع السائر على هذا النهج المقتدي بهؤلاء القدوة الصالحة الحسنة، كيف لا يكون له شأن في الأرض وشأن في السماء؟ أحسنتم أحسنتم، طيب الله أنفاسك. طيب، شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، هذا الحديث، هذا الكلام الواضح الجلي البين الذي لا يحتاج إلى تأويل أو تفسير، لكن أني وغيري والمشاهد حتى نستفيد مما يمكن أن نسمعه من جنابك، كيف يترجم سواء كان ذلك على مستوى الأسرة أو حتى خارج نطاق الأسرة؟ نعم، هذا الحديث العظيم الوارد عن أهل بيت العصمة له دلالات كبيرة وكثيرة وفي مجالات متعددة. أبرز تلك الدلالات، إذا ما أردنا أن نسلط الضوء على هذه الدلالات، هو أنه يربط الجانب العقائدي بالجانب الظاهري. الإسلام كما يعتني بعمق البناء الروحي للإنسان، يهذب الإنسان من الداخل، أيضا يعتني بجانبه الظاهري، لأننا حينما نعتقد بعقيدة ما لابد أن تكون لهذا العقيدة أثر على فعلنا وتصرفنا، بل لها أثر على واقعنا الخارجي. نحن لا نعيش في هذه الأرض فقط مع شيعة أهل البيت، نحن نعيش مع أناس بعيدون عنا، أناس يعتنقون ديانة غير ديانتنا، نعيش مع بشر متعددو المذاهب، متعددو الأديان، متعددو الأفكار. فلكي نعكس صورة أهل البيت ولكي نعكس تلك العقيدة، لابد أن يكون لنا ظاهر يحاكي تلك العقيدة، يحاكي ذلك الباطن الذي نحمله وتلك العقيدة التي نؤمن بها. فرحنا لأهل البيت هو إظهار السرور بتلك الولادات العظيمة لأولئك الأئمة الطاهرون، لأولئك العظماء الأولياء الصالحون الذين دعاهم الله سبحانه وتعالى أن يكونوا في الأرض رحمة ومفاتيحا لنا إليه وطرقا وسبلا للوصول إليه. فهذا الفرح الذي يعكس تلك العقيدة لابد أن يكون بمستوى تلك العقيدة. لا نريد أن تكون تلك الإنعكاسات تحمل في طياتها جوانب قد لا ترضي الخالق وقد لا ترضي الإمام نفسه صاحب المناسبة وصاحب الذكرى، بل لابد أن نعكس تلك الصورة للعالم صورة واضحة ناصعة بيضاء نقية، نعكس بها حقيقة ذلك الإمام وحقيقة اعتقادنا بذلك الإمام. نحن لا نعتقد بشخص، لا نعتقد بشخص عادي، بشر عادي، وإنما نعتقد ونؤمن ونسير على نهج إمام ولي
صالح جعله الله لنا في الأرض هذا رحمة وجعله سبيل إليه. فلذلك حينما نريد أن نقتدي بهذا الإمام أو نسير على نهج هذا الإمام أن تكون فرحتنا وحزننا معه أيضا أن يكون وفق الروابط، لا تكون ماسة بالمذهب، ماسة بشخص ذلك الإمام. فكما في الفرح كذلك في الحزن أيضا نطالب هذا الأمر، حينما يكون الإنسان منفعل بمشاعره وعواطفه لابد أن يمزج تلك العاطفة وتلك المشاعر مع العقل والفكر والمنطق الذي أراده أهل البيت لشيعتهم، لا ينفصل في ذلك، لا يتعامل فقط بجانب عاطفي وبالتالي قد يشطط ويخرج عن طريق القويم، وبالتالي قد يصبح ذلك الأمر منه إساءة في حين لا يعلم أنه، فالنتيجة تكون باتجاه معاكس لا كما هو يخطط ويريد. فلا بد للإنسان الذي يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم أن يقتدي بالضوابط والأسس التي أسسوها لنا، كيف نفرح لفرحهم وكيف نحزن لحزنهم، وأن لا نخرج عن هذا الطريق الذي رسموه لنا. أحسنتم كثيرا، أحسنتم كثيرا. طيب سماحة الشيخ، اليوم مثل ما تعرف كلنا خطاؤون، هناك من يريد أو من يرغب أو من يسعى لأن يجعل من هذه المناسبات العظيمة، يعني خصوصا اليوم احنا نعيش ذكرى هذه الولادة الطاهرة للمولى أمير المؤمنين عليه السلام، يجعلها نقطة شروع نحو حياة جديدة خالية من الأخطاء على الأقل بالحدود الممكنة، لأنه لا يمتلك أي منا العصمة حتى أنه ما يخطأ، لكن يجعلها بداية حقيقية لحياته. باعتقادك من أين يبدأ وكيف يمكن أن يوفق لذلك؟ في الحقيقة هذا السؤال عميق جدا، إذا ما أردنا أن نقف عند كل مفصل من مفاصل حياة أمير المؤمنين فهذا أمر لا أستطيع أن أقول أنه من الممكن واليسير على كل إنسان، ولكن نفعل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالكون معهم والسير على نهجهم والاقتداء بهم هو ما أراده أهل البيت لنا، أن لا نخطو الخطوات التي لا ندرسها ولا نرجع بها إليهم وإلى تلاميذهم وشيعتهم الكبار من العلماء العظام الذين بذلوا مهجهم وأفنوا سنين أعمارهم من أجل تحرير ما أراده أهل البيت وتوضيحه وتيسيره وإعطائه للناس ليكون منهج عمل وسلوك حياة، ليس فقط في جانب عبادة أو جانب تقوى. أحسنتم سماحة الشيخ، متفضلين على كل ما تفضلتم به، شاكرين لكم انضمامكم معنا عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية. حياكم الله مولاي الكريم. الله يبارك بكم، خير الجزاء ونبارك لكم هذا الجهد المبارك، الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا جزيلا زميلنا. هذا كل ما تفضل به سماحة الشيخ سمير الخفاجي، حياكم الله. شكرا جزيلا أستاذ محمد، والله يبارك بكم ونسألكم الدعاء والزيارة وأنتم في هذا المكان المطهر بالقرب من سيدي ومولاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شكرا جزيلا سيد، حياكم الله، شكرا لكم.